كان عندنا حفل السنبلة الختامي ل 2019، والسنبلة مثل ما أنتم عارفين هو حساب توفير استثماري من أبرز الحسابات في بنك وربا. هو حساب قلنا حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، العوائد فيه توزع بشكل ربع سنوي، بالإضافة للعوائد أيضا يحصل العميل على فرص مقابل كل 10 دنانير في الحساب لدخول سحوبات السنبلة. حملة السنبلة 2020 ضاعفنا فيها عدد الجوائز وعدد الفائزين. شعار الحملة جوائز أكبر ورابحين أكثر. اليوم صار عندنا 10 فائزين بشكل أسبوعي بدال الخمسة اللي كانوا السنة اللي طافت، وعندنا كل نص سنوي وسحوبات نصف سنوية الفائز الأول يفوز ب 100 ألف دينار، 50 ألف للمركز الثاني، وخمس فائزين يفوزون ب 10 آلاف دينار.